اتكلم عليها وهسالك بعد اذنك يا فاروق. بتكلم في حاجه مهمه جدا جدا بتخص النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. انا عندي مشكله دلوقتي اسمها قفشه ومحمد شريف، اتنين نجوم جامدين جدا في النادي الاهلي، برضو موسيماني مش عارف يرجعهم زي ما كان. شريف بيلعب ربع ساعه 10 دقائق بيحرجوا ويجيب جون واتنين، لكن مش هو ده. هو انت شايف ان هو بيحرجوا يعني كابتن كمونة؟ لا فكره الاحراج بس، لا يعني بيثبت نفسه. يعني الراجل يعني بيثبت نفسه، نجم كبير وهداف، فما بيطلب منه كمونة. ليه بيقعد شريف بس؟ هي دي النقطه. ليه بقى عايز افوق؟ عشان بيرستاو هايل وفايق. لا ولا قبل ما يبقى هايل وفايق يعني احنا بنتكلم بجد. هو شريف حتى لو بيرستاو ده مقصر الدنيا، انا عندي لعيب قيمته كبيره قوي بيعرف يجيب لي جون من نص فرصه. هو محمد شريف نازل في الدقيقه كام؟ 86 ونازل اكيد زعلان وغضبان ومتضايق، بس التحرك بتاعه اكبر بيرسي تاو انه يحطها له في الحته دي. والراجل حسيته كويسه على الجون، جاب جون. فمفروض ان انت لعيب بقيمه قفشه ومحمد شريف، احنا عارفين ان جايين محطمين من بعد البطولتين اللي هم سواء الافريقيه او تصفيات كاس العالم، فمفروض مين اللي يفوقهم؟ هو موسيماني، فلازم تديهم تاني عشان ترجع لهم الثقه. ده اللي انا اقصده، لان الناس دي هي اللي كانت شايلاك السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها. بس انا كمدرب انا بشوف الاصلح ايا كان. لا انا عايز افوق بس بشكل معين. بص يا فاروق، عندي يعني مصلحه الفريق في الوقت ده ايه؟ ماشي، مصلحه الفريق انت دلوقتي بتدي بيرستاو فايق توقع التاني، طب قدر بيرستاو وقع، مش لازم يبقى التاني برضه واقف على رجله. يا كابتن رضا انت لازم تعمل منافسه. ساعات كمان كنت بتلعب بيرستاو وشريف وقفشه وعبد القادر او شحات. انت دلوقتي عندك الميزه هترجع قفشه من خلال تلاعب مكانه بيرستاو، هتلاقيه بيغل وبياكل في نفسه عشان لما ينزل يبقى كويس، وفي نفس الوقت انت بتدي محمد شريف حتته، يبقى انت دلوقتي بتستغل بيرستاو. طب في الخطه دي هو بيلعب احمد عبد القادر ولا بيرستاو في المكان بتاع قفشه؟ ده انا من وجهه نظري احمد عبد القادر ده بتاع الاختراقات وبتاع ان هو ياخد الكوره ويعمل دريبلنج والكلام ده، انما اللي بيعمل لك الاسيست ده هتلاقي لعيبه معينه. فده عنده الميزه، بيرستاو عنده الميزه ان هو بيعرف يعمل اسيست وبيعرف يجيب جول، فخليه دايما هو اللي ورا شريف. هو الراس حربه الثاني اللي هو جاي دايما من العمق ومن الخلف. اقول حاجه بس صغيره يا فاروق، النادي الاهلي لو لعب بيرستاو قفشه عبد القادر شريف ماتش الوداد هيكسب الوداد هناك مستريح. هنتكلم على التشكيل ده لان التشكيل مهم جدا. خطر وفي شكل خطر بالنسبه للتشكيل الهجومي للمباراه دي، ولازم يدرسوا بشكل كويس جدا. الماتش صعب، الوداد برضو ما بقاش زي الوداد اللي هو من سنتين، وفي نفس الوقت لو الموضوع بقى على ارضه يعني الموضوع برضو هيبقى صعب، وبالتالي لازم تشتغل وماتش واحد مش يعني ما عندكش فرصه تانية، وبالتالي لازم يشتغل عليها بشكل كويس. خط الوسط النهارده، انا بس خط الوسط النهارده حمدي فتحي وديانجا كابتن ابو الدهب، ودوره النهارده في انه البدايه نفسها تبقى قويه وانك تبقى مسيطر في اول ربع ساعه في اللقاء. انا بس عايز اطمن حمدي فتحي، الانذار اللي اخده ده هل هو انذار ثالث ولا يعني هل هيكون موجود تاني؟ طيب تاني اكدوا لي برضه يا جماعه معلش. كابتن ابو الدهب اتفضل. لا انا قلت لك يا فاروق في البدايه النادي الاهلي ضغط بشكل كويس، ضغط على فرقه وفاق سطيف باحراز هدف، وده اللي كان اراده وعمله بشكل كويس جدا. كان الخطوط متقاربه بشكل كبير جدا، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم كانوا واخدين الفرقه وطالعين على قدام، كان في تحركات كويسه من اليو ديانج وحمدي فتحي بيضغطوا بيغطوا ورا زمايلهم غدا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. لكن خليني اقول لك ان يمكن الكباتن بتتكلم على قفشه ومحمد شريف محترم، انا بالنسبه لقفشه شريف ممكن يلعب وممكن شريف يأدي بشكل كويس جدا، بيرستاو بيلعب على الطرف، لكن انا شايف ان احمد عبد القادر قايم بدور كويس جدا في الحته ديت وبيكسب بقى له فتره، فالنادي الاهلي فالراجل مستفاد. الموسيماني مع على قفشه لانه يتمرن ويرجع لمستواه اللي احنا شفناه قبل كده، لانه من ساعه ما رجع من المنتخب وقفشه مستواه في النازل، وده وجهه نظر المدير الفني. طول ما انت بتكسب وبتأدي بشكل جيد، على فكره يمكن احنا كباتن قلنا كمان المباراه اللي فاتت لما الاهلي كسب 4 فروق، عمرنا ما اتفرجنا على ماتش للنادي الاهلي بالحلاوه دي او بكميه الهجوم اللي حصل من الاطراف او لتكميل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات واختراقات احمد عبد القادر من الحته دي. فبالتالي انت بتكمل وبتخلي شكل النادي الاهلي كويس، في تحركات كويسه، في ايجابيات على الجون. حتى النهارده الراجل لما المباراه كانت سهله على النادي الاهلي يا فاروق بتاعت الصيف، النهارده حتى لما نزل الناشئ اللي هو احمد دبيل الكوكا
فبيدي برضه اللعيبه وبيدي اريحيه للعيبه وبيريح اللعيبه اللي جايه للماتش اللي جاي. لكن انا شايف النادي الاهلي عامل مباراه كويسه الفتره اللي كابتن رضا ليه من وجهه نظرك قفشه برضه يعني مش عارف يرجع للقفشه اللي احنا عارفينه؟ ايوه عشان ما بيلعبش الماتشات اللي اتوقفت على كنت بتقعد على الدكه وتنزل بتكسب النادي الاهلي حبيبي ماشي احنا بنتكلم يعني لو وشريف اهو قاعد وبينزل يكسب النادي الاهلي يا فاروق هل اللعب بالمزاج يعني لا لازم يبقى عالي يعني هو جاي بص ما اتخدش في البطوله بتاعه البطوله العربيه وراح البطوله اللي هي الافريقيه وما لعبش او اتخذ في العربيه وما راحش البطوله الافريقيه وراح بعد كده تفكر وما لعبش فالراجل هو رقم واحد في الحته دي قبل ما التجمع بتاع المنتخبات فلما بتيجي بتاثر عليه نفسيا نفس الكلام مع شريف فانت مفروض ان انت ترجعهم تاني وتوقفهم على رجل على رجليهم لانك ده دورك لان الناس دي مين صاحب القضيه ما وقفش ماشي يا كابتن بس انا مش هعيش على طبعا يا حبيبي لا انا رجعه انا عشان احتاجه وانت ما عندكش حد في مصر في الحته دي الا هم اتنين ده دور المدير الفني يا فاروق ايوه قفشه وعبد الله السعيد عندك حد تاني بتشوف حد وناصر ماهر عشان بس ما نغفلش دوره واخد هم الثلاثه دول اللي هم عندهم بيعرفوا يباصوا بيعرفوا يوديك للجول فانت لازم ترجعه طب دور اللاعب هو يا كابتن لما ينزل في الدقيقه 68 مثلا ما انت ما بتلعبوش ما انت بعمل ايه دلوقتي 68 دي برضو يعتبر يعني شوط بحاله مين اللي لعب 68 اهو قفشه يا كابتن نزل في الدقيقه 68 يعني 70 يعني 30 دقيقه كابتن 32 دقيقه برضو 20 دقيقه قفشه لازم يبدا من الاول عشان ياخد الاحساس بالوقت الضايع يعني ياخد الاحساس انت واخد بالك لان ده لعيب مهم لعيب لازم يلمس الكره كتير عشان تحس بوجوده واخد بالك دي حاجه تاني حاجه يعني بصراحة يعني إن اللي أنا شايفه إن أي حد هيبقى كويس في ماليش دعوة بالتاني لا لازم يبقى عندك لعيب واثنين وثلاثة عشان